مشاهدينا متابعونا الاعزاء في كل مكان، لازلنا متواصلين مع هذه الانطلاقات والتحديات وهذا المهرجان. بأول أيامه انقضت أشواط أبناء المنطقة، تنطلق في هذه اللحظات هي الإثارة، هي المتعة في هذا المهرجان وأشواطنا المفتوحة. هنا تأتي مع انطلاقة شوطنا الخامس والمخصص للأبكار لسن الحقايق لمسافة 4 كيلومترات، هي الرحلة الحاضرة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات. 88 بكرة حاضرة في هذا الشوط، إن دل هذا مشاهدونا متابعونا الأعزاء يدل على استعداد وحب ملاك الهجن المشاركة في هذا المهرجان هنا بنسخته الرابعة. مرحبا بالجميع هنا بشارقة سلطان الخير والعطاء، وهنا بهذا المهرجان بنسخته الرابعة، مهرجان قناة الوسطى. نتابع البداية ونرصد المركز الأول، اليافل اليافل اليافل، أبناء سوان حاضرين، سلطان بن محمد وسلطان بن شاهين العواني من يقدم هذا الاسم وهذا الشعار بالمركز الأول، بينما المركز الثاني تأتي في هذه اللحظات قصة لتنطلق مع دويس بن زيد بن دويس الخيلي الذي يأتي بهذه الانطلاقة ويأتي مع المركز الثاني ويغير نحو المركز الأول، بينما المركز الثالث وصلت رسائل عبد الله بن سعيد بن سالم الزرعي يأتي مع ثالث المراكز، ورابعا اللي وصلت في هذه اللحظات مواري مواري ناصر بن سالم بن محمد الدرعي من يقدم مواري هنا مع المركز الرابع في هذه الانطلاقة، بينما المركز الخامس عضد بن محمد بن هلال المزروعي من يقدم هذه الانطلاقة مع المركز الخامس. سادس الاسماء من الجانب الاخر هناك في هذه الانطلاقة، امجاد يا امجاد وصلت في هذه اللحظات، محمد ساري بن بلوش المزروعي ياتي مع سادس المراكز، وسابعا هناك من الجانب الاخر اللي تدخلت في هذه اللحظات والقادمة رسمية، احمود بن بخيت الراشد المنصوري يأتي مع سادس المراكز، بينما سابع التحديات الواصلة هنا في هذه الانطلاقة والحاضرة طرب سعيد بن نايع بن شاوي الغفلي، وصلوا اهالي ميدان الشعب القادمين في هذه الانطلاقة، بينما ثامن التحديات هناك في هذه الانطلاقة والحاضرة مع هذه الاسماء، سقطرة هنا حاضرة، يحيى بن سالم بن عبد الله المهري يأتي مع المركز الثامن والتاسع. هناك من الجانب الآخر أشوف اللي وصلت واللي حضرت وبدأت بالاندفاع، هناك القادمة متابعونا الأعزاء الرماسة هنا عامر بن حمد الحميد العويسي، ولكن عاشر الأسماء هنا اختم به النداء لهذه الانطلاقة الحاضرة، وديان راشد بن سعيد الرايحي العليلي، هكذا هي النتيجة، هكذا هو النداء الحاضر مع هذه الكوكبة، الحاضر مع هذه الأسماء، ولكن لمن سوف يكون الناموس، لمن سوف يكون السلام بأول أشواطنا المفتوحة بهذا المهرجان هنا بمهرجان قناة الوسطى عبر النقل الحي والمباشر عبر قناة الوسطى من الزيد، كيلو ونصف الكيلو ما تبقى، يا ملاك ويا مضمرين، من لديه زود فليتقدم وليتحرك هنا بهذه الاندفاعة، قصة من تروي قصة هذا المسار بقيادة الخيلي الذي يقدمها ويدفع بها بالمركز الأول باحثا عن انتصار بهذا الصباح الجميل. هنا دويس بن زيد بن دويس الخيالي من يقدمها، المركز الثاني اليافل مع شعار العواني، ولكن وصلت الأسماء، وصلت هذه الانطلاقة وهذا التحدي، جبارة قادمة، محمد الحبروز والسلطان الاكتبي، ولكن الكيل الخطير، جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات والإبداعات والمهارات والسرعة الفائقة، حرك اللي بتحرك وروح
الروح يلي تبنى موس يلي تبنى انتصار. الخيالي لازال مع الصدارة مع المركز الاول، وهناك من الجانب الاخر القادم جبار محمد حبرود السلطان الاستبي والرايح قادم ايضا هنا مع وديار راجب سعيد الرايح العليلي بهذه الانطلاقة النصف الكيلو المتبقي هنا بهذه الانطلاقة. الخيالي الخيالي لازال مع الصدارة، ولكن الواصلين القادمين هنا قصة يا قصة يا قصة. الله 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 يا هذه الإثارة. هنا الفايضة 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 غيرت غيرت محمد بطي من آخر الخيالي قلب النتيجة قلب النتيجة. الخيالي الخيالي الله يا هذا التحدي يذهب بالانتصار يذهب بالناموس. الفايضة 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 محمد بطي مناخر الخيالي من انتصر. سلام يا الخيالي سلام تهاني وناموس. المركز الثاني كان وصول قصة دويس سيف من دويس الخيالي، بينما المركز الثالث كان وصول وديان راشد بن سعيد رايح العليلي، بينما رابع الاسماء كان وصول متابعنا العزة نهب سعيد بن سالم بن سعيد الكعبي، وخامسا الوصول هناك جبارة محمد الحبرود وسلطان على التبي. هنا هكذا هي النتيجة. هنا من انتصر بهذا التحدي شعار الخيالي والتوقيت الزمني 6 دقائق 18 لزمن الثانية توقيت متابعون الاعزاء الفايضة محمد بطي مناخر على الخيالي وسلام يربع سلام، بينما المركز الثاني ايضا شعار الخيالي 6 دقائق 60 لزمن الثانية توقيت قصة دويس بن سيف بن دويس الخيالي، وراء ثالث التحديات 6 دقائق 94 لزمن الثانية توقيت وديان لراشد بن سعيد الرايحي العليلي من خطف المركز الثالث بهذا الشوط. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، والثانية موصولة مرة أخرى لراعي الفايضة محمد بطي مناخر الخيالي من انتصر وخطف أول أشواطنا المفتوحة في أشواط شوطنا الخامس. تهانينا والناموس.